يسعد لي اوقاتكم مشاهدينا الكرام. راح نبدأ بتمارين الضغط، ممكن نعملها على الحائط وممكن نعملها على الارض. هلا الاوزان الثقيله اللي مو قادرين تعملها على الارض ممكن تعملها على الحائط. هذا التمرين مفيد لصحه القلب ومفيد لعضلات الصدر. راح نعمله مع بعض، هنعمله 10 مرات وممكن نعمله على 3 مجموعات بهذا الشكل. هنفتح ايدينا على مستوى الاكتاف وهنفرد ظهرنا وننزل ونطلع، ننزل ونطلع، ننزل ونطلع. هيك بكون خلصنا. دمتم بصحة وعافية.